Hello everybody and welcome to today's match. Everyone, please welcome to the field our players. بداية أحداث اللقاء. يستعيد الكرة سريعا، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. حكيمي أكرد زياش حكيم زياش تمريرة بينية انصاري الكرة في المرمى بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد Number 19. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يستعيد الكرة بسرعة. في طريقها إلى المرمى، هذه كرة. كرة من جهة اليمين. حكيم زياش وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة حكيمي على تنفيذ الخطأ بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس ينطلق بالكرة لكنه يقابل دفاع قوي يمنع اليوم من الخطورة لمسة بينية
يلعب كرة طويلة رأسية مذهلة. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. حكيمي، أكرد، الكرة ملعوبة إلى الأمام، رمية جانبية إذن. أكثر من اللازم، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، والكرة تجاوزت الخط هنا. يسدد الكرة، يلعبها طويلة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعب كرة بينية، يلعب كرة طولية إلى الأمام، الجماعة اللي فاتتهم البداية. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة تلعب الكرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصتهم. الكرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. رومان سايس يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. أكرد، وهذه رمية جانبية. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، مرابط، يحاول أن يلعب. ها هي تزيد الكرة الخطيرة، يشتت الكرة، الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. كرة طويلة للأمام، أكرد، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعبها إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. لعبة جميلة وتمنعها العارضة. والآن فرصة للتحول الهجوم. عبد
اعتقد انها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرته. نعم اظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعبها عرضية حكيم زياش. يستعيد الكرة مرة أخرى. فرصة للتسديد. تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة. يدرك جيدا انه بيسعى يهز الشباك حتى من هذه المسافه البعيده لكنه في الاخير فشل. حكيم زياش. يوسف نصيري. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. بوفال يسيطر على الكرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. إمكانية مرتدة الآن. الله على هذه المهارة جميلة جدا. الكرة الأخيرة وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. تحرك بقوة هائلة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. أكرد وتشتيت ناجح للكرة. يحصل على المساحة. لمسة داخل منطقة الجزاء. الآن إمكانية المرتدة. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. قدموا أداء كبير. لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء. هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير هم عليهم أن يجيبوا. Substitutions taking place. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. المغرب يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضا الهدف الوحيد لا يبعث على الاطمئنان، لابد من بحث عن هدف ثاني لتأكيد هذا التقدم والانتصار. تسديدة. يا لها من كرة، كان هذا ليصبح هدفا جميلا. انطلاقة جميلة بالكرة، لكن في النهاية تسديدة لم تكن بنفس روعة الانطلاقة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. اعتقد ان اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. اكرد. رومان سايس. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة طويلة إلى الأمام. حائط دفاعي ممتاز في مباراة اليوم.
الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا بعيدة تماما عن المرمى. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة، سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. حكيمي بوفال يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. يلعب يا إلهي هدف. توزيع رائع داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. يحصل عليها رومان سايس، تحكم رائع في الكرة. بوفال، كرة طولية في المساحة الخالية، عدت الكرة انصري، ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. يلعبون ركنية قصيرة، تسديدة في اتجاه المرمى. الله أكبر، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. النصيري لا يمكن إهدارها، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. حكيمي يتوقف اللاعب الآن ليتم إجراء تغيير. Substitution in progress. كرة طولية من الحارس. بوفال يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. بوفال، الله الكرة جميلة، حكيم زياش، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. تغييرات عديدة الآن. لعبها مباشرة إلى الأمام. حكيم زياش،
ضغط قوي وينجح في استعادتها. حكيمي يمر ويلعب كرة بينية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. مهارة كبيرة في الاستلام، كرة من جهة اليمين يسعون لاستغلال المساحة الخالية. والتسديد، أوه. يا له من تصدي من حارس المرمى، ابداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. حكيم زياش باتت ومرت وصلت اليه، يلعب كرة بينية طويلة أمام فرصة للتسجيل، يلعبها ببراعة. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. Substitution in progress. زامبيا يجري تبديل آخر، ملعوبة قصيرة من رومان سايس. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، هل يمكن أن يستمر؟ رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يتسبب في احتساب المخالفة. Substitutions taking place. يلعبها لمنطقة الخطر، يحتسب الحكم ركلة حرة. ليس هذا أفضل ما في الإمكان. رابط، رابط في انطلاقة قوية من جهة اليسرى، كرة طولية إلى الأمام، لمسة بينية، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. تسديدة من أول لمسة، عندما يقال حارس المرمى نصف الفريق في هذه اللقطة أكثر من ذلك، حارس المرمى بردة فعل غير عادية، بصدة غير عادية، بقبضة غير عادية. ضغط قوي وينجح في استعادتها، يبحث عن المهاجم. وأجمل بينية، يبعد الكرة عن المرمى. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.
الكرة للأمام. رومان سايز يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة تعود إلى منتصف الملعب، لاعب في الأمام في مكان التسلل. كرة طولية من الحارس، أفقد الخصم التركيز التوازن، حصلوا على رمية جانبية. يحاول أن يلعب كرة بينية، الحكم يثبت صفرته لكن الاحتساب خطأ. الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها. ينجح في إبعاد الكرة، واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار دار شفاي للاعب. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. توضح هذه اللعبة مدى براعتها. And he's done it. It's a goal thanks to number 12. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. كرة إلى الأمام، امصي، والكرة تعانق الشباك. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة، هذه الكرة يا جماعة، هذه متعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. نتيجة المباراة أصبحت محسومة الآن بكل تأكيد. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن نتيجة تعكس الأداء، العرض المذهل، الأداء الكبير اللي يقدم هذا اليوم. الفوز مستحق والجماهير عليها أن تحتفل. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات القادمة، ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة.
And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation.